في الحقيقة لسه طبعاً في بيوت كتير جداً عايشة حالة الطوارئ بسبب امتحانات الثانوية العامة والمذاكرة والمراجعات والملخصات والدروس. أكيد كل البيوت اللي عندها طالب في الثانوية العامة بيبقى فيها نوع من التوتر والقلق، وطبعاً كلنا عارفين إن ده أمر طبيعي، لكن المفروض إن في الوقت ده الأسرة تساعد الطالب على إنه يذاكر في أجواء من الراحة النفسية والهدوء علشان يقدر إنه يحافظ على تركيزه في فترة الامتحانات. وأيضاً لازم الطالب يعرف إن الثانوية العامة هي مرحلة مهمة جداً من مراحل حياته، بس مش هي كل حياته، فبلاش تتعامل مع الامتحانات ومع مرحلة الثانوية العامة بأن هي حالة طوارئ لن تعود مرة أخرى. لا، بالعكس، في امتحانات أخرى كتير جداً هتجيلنا خلال حياتنا العملية. يا جماعة الخير، احنا مش أول مرة نتكلم عن الثانوية العامة ولا هتكون آخر مرة، لأن احنا محتاجين نقلل من فكرة الضغط على الولاد، محتاجين نقلل من فكرة إن الأسرة تفضل تشحن في الولاد ويفضلوا طول الوقت عمالين يقولوا لهم دي السنة المصيرية. دي هي طبعاً سنة مصيرية، ولكن هي سنة زي كل سنة، كلنا امتحنا وكلنا خلصنا وكلنا دخلنا الكليات وكلنا اشتغلنا بعدها، وإن شاء الله ربنا يوفق الكل. الطالب لازم يكون عنده قناعة بإنه مش مطلوب منه غير إنه فعلاً يجتهد ويعمل اللي عليه والباقي على ربنا، واللي ما كانش اجتهد الفترة اللي فاتت يعني هو دلوقتي عنده الوقت على الأقل ان هو يحاول يلم المادة قد ما يقدر، وان شاء الله ربنا برضو هيوفقه. احنا كمان الأهالي علينا ان احنا نبطل فكرة الضغط النفسي على الولاد بان احنا نبقى موجودين حوالين اللجان وقاعدين ومترقبين ومشدودين، وهم كمان قاعدين مشدودين، الولاد بتبقى عينهم على أولياء الأمور قاعدين يا ترى أهليهم راضين أهليهم مش راضين أهليهم موجودين أو مش موجودين. كل ده ممكن يؤدي لنتيجة عكسية، زي ما يكون ممكن يكون بيطمن بعض الطلبة لكن ممكن يكون موتر للأغلب الأعم. وطبعا يعني مش عايز أقول لكم عدسات الصحفيين والمصورين لقطت مناظر عاملة إزاي في قصة أولياء الأمور اللي مستنيين الطلبة برا المدارس، اللي جايبين سندوتشات واللي مستنيين واللي عاملين مش عارف ايه واللي جايبه بنت خالتها، حاجه يعني كوميديا. وطبعا احنا كلنا شايفين الكلام ده وكلنا شايفين الـ 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 المشاهد دي، وهي في النهايه ضغط على الطالب، والضغط على الطالب ده بطبيعه الحال ممكن يجيب نتيجه عكسيه. طبعا ده بجانب ان لازم الطالب يعرف ان الثانويه العامه مش محور الكون، يعني بعد الثانوية العامة بيخش مرحلة جديدة من حياته، النجاح فيها ما بيبقاش مرتبط بالمجموع، مرتبط بشخصيتك، مرتبط بتواصلك الاجتماعي، مرتبط بقدرتك على التكيف على الحياة، مرتبط بقدرتك على خلق محيط اجتماعي تقدر تسوق فيه أفكارك، بهدفك في الحياة، بتطويرك لنفسك، بكورساتك اللي هتاخدها، باختيارك للمجال اللي انت بتحبه وميال ليه. مش كل الناس اللي اتخرجت من كليات اشتغلت فيها، ومش كل الناس اللي كانت في كليات قمة أيضا اشتغلت فيها. تجارب كل الناس بتقول النجاح في الحياة العملية ملوش أي علاقة بالمجموع، له علاقة بالاجتهاد، له علاقة بالسعي، له علاقة بتطوير المهارات، له علاقة بالمهارات الاجتماعية المختلفة، إنك تعرف تقدر تبيع الفكرة اللي أنت بتفكر فيها، إنك أصلا تعرف تفكر وتنظم أفكارك، إنك تعرف توصل أفكارك للناس اللي حواليك، إنك تعرف تشوف إيه اللي السوق محتاجه وتقدر تشتغل فيه. هنتكلم في الموضوع ده وهنتناقش النهاردة إزاي الأسر تقدر تساعد ولادها أنهم يتجاوزوا ضغط الامتحانات وهم كمان يتجاوزوا الأهالي ضغط الامتحانات. بنصبح عليكم مرة تانية، صباحكم زي الفل وتوفيق إن شاء الله من ربنا. صباح الخير يا مصر.